وأصحابي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نكمل سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقفنا في صفحة 42. نعم، عنوان وفاة خديجة رضي الله تعالى عنها وأبي طالب. يقول: في السنة العاشرة من البعثة اجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثان محدثان في عام واحد، وهما موت عمه أبي طالب وموت زوجه خديجة الوفية، خديجة رضي الله تعالى عنها. يعني قضية أن في السنة العاشرة هذا غير ثابت من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يذكره الكثير من أهل السير في وفاة خديجة. طبعا لا شك أنها خديجة رضي الله تعالى عنها ما هاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنها ماتت قبل الهجرة النبوية. يقول: ويسمى هذا العام بعام الحزن، هذا هو المشهور. لكن ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما تكلم الشيخ الألباني رحمه الله، ما ثبت هذا، ولا حتى ثبت عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم سموا هذا العام بعام الحزن. يعني يمكن في أشياء ننتبه خواتي أنها تكون مشهورة عند المتأخرين، يمكن يكون واحد من الكتاب، أو يعني يكون واحد المؤلفين في القرن العاشر في القرن الثاني عشر الهجري يقول شيء وإحنا نأخذه على أنه من المسلمات. طيب، المهم يعني القضية مو كبيرة تسميته عام الحزن أو لا. فالشيء الأول، أن هل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام تسميته عام الحزن؟ لا، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقضية أخرى، هل الفواجع جاءت على النبي عليه الصلاة والسلام فقط في هذا العام؟ لا، فوجع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أقصد حزن بوفاة أولاده صلى الله عليه وسلم وبناته وأحبابه، مثل إن شاء الله سيأتي نتكلم عن غزوة مؤتة، قتل فيها القادة الثلاثة اللي اختارهم: عبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارث رضي الله تعالى. لا شك أنه حزن وبكى عليه الصلاة والسلام، وما سمى هذا العام بعام الحزن أو شهر الحزن. طيب، المهم يعني القضية مو كبيرة تسميتها ولا عدم تسميتها، لكن من ناحية الثبوت ما ثبت أن سمي هذا العام بعام الحزن، لكنه حزن أكيد، لا شك أنه حزن على وفاة خديجة رضي الله تعالى عنها. يقول: ومما زاد ألم المصيبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إصرار عمه أبي طالب على الكفر، فلم يمت على الإسلام. هذا اللي هو الأشد، أن هذا الإنسان الذي كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام مات على الكفر، مات على الكفر. والحديث معروف لما حضرت أبا طالب الوفاة، حديث رواه المسيب بن حزن رضي الله تعالى عنهما، المسيب الوالد سعيد المسيب، سعيد المسيب بن حزن هو من كبار التابعين، وابوه وجده صحابه رضي الله عنه، هو الذي روى الحديث. لما حضرت ابي طالب الوفاه، من كان عند النبي عليه الصلاه والسلام، عفوا، من كان عند ابي طالب؟ النبي صلى الله عليه وسلم من جهه، والجهه المقابله ابو جهل راس الكفر، وعبد الله بن ابي اميه ابن المغيره، وكان من الكفار، وهذا سبحان الله اسلم. فكان الرسول عليه الصلاه والسلام يدعو عمه، ما يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الدعوة مباشرة، ما استحى، ما قال لا والله تعبان وهو حاليا بحرارة وغيره، لا، أعطاه مباشرة: يا عم قل. فإحنا يعني لازم نتعلم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الطرق الدعوية. أنت أحيانا يمكن يكون شيء بالتلميح، أحيانا يكون شيء بالتصريح، لكن أنا دائما أستحي أستحي أستحي، ما أكلم الناس صراحة، لا، هذا غلط. واحدة من الأخوات مو متحجبة، لا تحجبي، ليش ما تحجبين؟ يا فلانة اتق الله، تحجبي، الحجاب عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى وستر، يصير الأمر مباشرة. يمكن احيانا يكون بطريقه ثانيه غير مباشره، المهم الواحد يراعي الاحوال الموجوده، لكن انه دائما انا اتجنب النصيحه المباشره هذا غلط، ليس من هدي النبي عليه الصلاه والسلام. فالمهم قال له:
يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله، ولكنه أبى أن يقولها. يعني الشيخ مختصر القصة أن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعيد عليه قل لا إله إلا الله، وأبو جهل وعبد الله بن أبي أمية كان يقولان له شنو؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني مثل ما نقول إحنا جو على الوتر الحساس، لأن قضية تعظيم الآباء والأجداد شيء مهم عندهم. فأبو طالب مقتنع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لكن ها شلون أنا أترك دين جدي اللي هو عبد المطلب، اللي هو الشرك وعبادة الأصنام وغير من الأمور. وكانوا يكررون، فشوف شلون يعني هؤلاء الكفار يكررون الكفر والدعوة للكفر، وإحنا نسكت أو إحنا نتكلم بس مرة واحدة. يمكن أنا أنصح واحد ولا أنت تنصحين واحدة، وبعدين مثلا ما ترد عليك أو تصد عنك، أو يمكن ترد عليك بكلام ما يرضيكي، أو يمكن تسبك تقول خلاص بس ما راح أتكلم مرة ثانية. لا شوفوا أهل الكفر يصرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تألمون، ترجون من الله ما لا يرجون. فأبى أن يقولها، يعني شنو؟ مات على الكفر. فأبو طالب مات على الكفر. يقول وقد حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الوفي لعمه أبي طالب مواقفه التي دافع فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصده أذى المشركين عنه. يقول العباس اللي هو أخو أبو طالب، العباس رضي الله عنه من عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. يعني يا ابن أخي يا رسول الله، شو أنت شنو فت عمك؟ عمك كان يدافع عنك ويحميك، ويعني قريش تهابك وسبب عمك، أنت نفعته؟ طيب فماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ هو في ضحضاح من نار. يعني هو أخف أهل النار عذابا والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا الحديث في البخاري. قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. طبعا الشفاعة أنواع، الشفاعة أنواع. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر أنواع الشفاعة، ترجعوا له كتاب التوحيد اللي هو القول المفيد على كتاب التوحيد، وذكر 6 أنواع من أنواع الشفاعة، وثلاث منها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأولى الشفاعة العظمى، الثانية الشفاعة في فتح باب الجنة، والثالثة الشفاعة لعمي أبي طالب، لأن الشفاعة ليست للكفار، الشفاعة ليست للكفار، لكن هذا استثناء. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمي أبي طالب ليس في إخراجه من النار، ولكن في تخفيف العذاب بس. فهذه ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انها خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فائده اللي هو الشيخ ابن عثيمين كذلك ذكر في كتاب التوحيد، صحيح كتاب التوحيد، من روايه ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. يعني يجوز ان الواحد يستخدم كلمه لولا انا اذا كانت في نفس هذا الموضوع، اذا كان في سبب واضح. يعني يمكن كذلك في كتاب التوحيد تشوفون في اثار عن استخدام لولا، عفوا استخدام لو، استخدام لو وكذلك لولا. ففي علماء يمنعون، يذكرون اثر ابن عباس لولا البط في الدار لسرق اللص البيت او كذا. فالشيخ ابن عثيمين لا يقول يجوز، مذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انه يجوز ان الواحد يستخدم كلمه لو. يعني شلون؟ مثلا انا احط منبه اقوم، فاقول لو مو حاط منبه كان راح عليه صلاه المغرب. يجوز على كلام الشيخ العثيمين، طبعا مع اعتقاد ان الفضل اولا واخيرا لله سبحانه وتعالى، وهذا منبه شنو سبب، هذا سبب. فممكن انا اقول لولا ان انا ما اخذ مثلا الكمام، ولا لولا ان انا
ماخذ الطريق الفلاني من الطريق الفلاني، ممكن انه كسبب ما يكون اعتمادا على هذا الامر، يكون الاعتماد اولا واخيرا على الله سبحانه وتعالى، هذا الامر كسبب. طيب قال وكان صفحة 43، وكان صلى الله عليه وسلم يحب زوجه خديجة رضي الله عنها، وكان وفيا معها في حياتها وبعد مماتها. قالت عائشة رضي الله عنها: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة وإني لم أدركها. شوفوا يعني الغيرة طبيعية خاصة عند النساء وخاصة بين الضرائر، لكن العجيب أن عائشة تقول ما غرت إلا على خديجة، وتقول مع أني ما شفتها. يعني ما ماتت خديجة رضي الله تعالى عنها يمكن كان عمر عائشة 3 سنوات 4 سنوات شيء كذي، وما شافتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بعائشة بعد الهجرة، وإحنا قلنا أن بعد الهجرة كانت خديجة قد توفيت رضي الله تعالى عنها. طيب شنو نفهم أن عائشة كانت تغار من خديجة؟ لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها بعد وفاته، كان يذكر خديجة، خديجة كانت والله، والله كانت خديجة تسوي كذا، كانت خديجة تسوي، والله دزوا حق أخت خديجة وأصدقاء خديجة رضي الله تعالى عنها. فيدل على ماذا؟ غيرة عائشة من وين جاءت؟ جاءت لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، وهذا يعتبر من الوفاء، احنا يعني نذكر الإنسان بالخير حتى لو بعد وفاته، بعد وفاته نذكره بالخير، ندعو له الأب والأم الزوج والزوجة الصاحب الوفي، نذكرهم بالخير. يعني حتى هذه من الأمور المهمة أخواتي، أن الإنسان يحاول يعود لسانه على ذكر الخير. لسان هذا نبي نعوده على ذكر الخير. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة فيقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت فأغضبته يوما فقلت خديجة. صار شوي غضبت عائشة، فيا بطاري خديجة، بعد هم خديجة يعيب لي طاري خديجة. فقال عليه الصلاة والسلام إني قد رزقت حبها، إني قد رزقت حبها. يعني قضية هذا الحب من الله سبحانه وتعالى شيء عظيم، إني قد رزق، خلاص هذه الإنسانة دشت قلبي ما أقدر أطلعها من قلبي، خديجة رضي الله تعالى عنها. طيب انتقل إلى الفصل اللي بعده صفحة 43، خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، خروجه إلى الطائف. وطبعا أخواتي يعني لما نقرأ مثل هذه الأحداث نبي نسقط هذه الأمور على حياتنا اليومية، أن الواحد بعض المرات يتضايق، ليش؟ والله خسر وظيفة، والله مات صديق، والله ماتت زوجة ولا زوج، مات أب أم، طيب ويحزن ويشتد حزنه. فإذا أنت مريت بأي شيء من هذه الأشياء على طول تتذكرين الرسول عليه الصلاة والسلام، شو الأشياء اللي مر فيها، شلون تعب، مر على يعني سبحان الله مواقف صعبة، لكن الإنسان صبر يكون مأجورا عليه، أما الإنسان اللي يجزع فهذا يكون مأجورا على هذا الجزاء. قال بعد وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب اشتد البلاء، بلاء المشركين عليه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما زالت قريش كاعة، ما زالت قريش كاعة عني، يعني شوي صادة عني. مع أن لو تذكرون احنا ذكرنا بعض الحديث كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام، لكن وجود أبي طالب يعني في حياته لا مخفف وايد، كاعة عني صادة عني، صدق يصير أشياء، لكن أن يعني عمي واقف لهم ويهابونه يخافون منه. ما زالت قريش كاعة عني حتى توفي أبو طالب، توفي أبو طالب. يقول فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف يطلب النصرة والعون، ولكنه لم يجد مبتغاه. وهذا يدل على ماذا أخواتي؟ يعني أحاول أن نبي نستفيد إحنا من السيرة، أن الإنسان يطرق الأبواب، أنا أجي على باب وألقاه مغلق ما أركز أنا على هذا الباب وأقعد حزين وأقول والله الباب مسكوك ولا نقدر ندش ولا هم فاتحين لنا، نروح نشوف باب ثاني، نشوف باب ثالث، باب رابع، باب خامس. وهكذا احنا نحتاج في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. بعض المرات شو اللي يصير؟ والله شو نسوي؟ ما نقدر نسوي الدرس في المسجد.
طيب ما تقدر تسوي المسجد هذا، نشوف مسجد ثاني. لا والله المساجد طيب نسوي باللجنة. والله باللجان يحتاج ترخيص أو ما في مكان طيب نسوي على طريق الزوم مثلا، مثل ما احنا الحين نسوي الدرس، نسوي الانستغرام. طيب فالمهم ان الانسان لا يتوقف عن ايجاد الحلول في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. فهذا المسلم يحاول، هذا الرسول عليه الصلاه والسلام حاول 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 في مكه 10 سنوات تقريبا، يوم حين حاول الطائف. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف يطلب النصره والعون، ولكنه لم يجد مبتغاه ولم يجد عندهم النصره ولا الترحيب، فعاد الى مكه محزونا لاعراض الناس عن دعوته. فسالت عائشه رضي الله عنها يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم احد؟ ليش؟ لان يوم احد كاد ان يقتل النبي عليه الصلاه والسلام، كسرت رباعيته وشج وجهه عليه الصلاه والسلام، ودعا على الكفار اللهم العن فلان اللهم العن فلان، انزل الله سبحانه وتعالى ليس لك من الامر شيء. ياتي ان شاء الله كلام عن غزوه احد. يا رسول الله هل مر عليك شيء اشد من يوم احد؟ كان يوما شديدا كاد يقتل عليه الصلاه والسلام. ماذا قال عليه الصلاه والسلام؟ لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبه. يعني هذه العقبة مثل ما قال في الحاشية هذه بالطائف، غير العقبة الموجودة في مكة اللي خذوا فيها اللي يعني إن شاء الله راح يأتي وبيعة عقبة الأولى الثانية. قال إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل من عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. هذه دعوتي، ها تؤمنون بي وتنصروني تأخذون هذه الدعوة، رفضوا. أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، رفض. يقول فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. أكيد مهموم إنسان، النبي عليه الصلاة والسلام إنسان. بعض المرات شو اللي يصير أخواتي، إنه يمكن أنا أكون زعلان متضايق متأثر، شلون وأنت شيخ وأنت خطيب وأنت حافظ قرآن ولا أنت داعية وأنت والله تسوي لي دروس أنت اللي تعلمينا، شلون تزعلني؟ شو المشكلة إذا زعلت المرأة؟ يعني شيء يزعل تزعل، لكن وين المشكلة؟ المشكلة من الواحد يتجاوز، يعترض على القدر، يصرخ ويبكي ويشق الجيب ويحلق الشعر، هذه الأمور المنهي عنها. لكن أنا أحزن والله، يعني مثلا يصير مشكلة بدوامي أحزن أحزن، في الدعوة يصير في شيء وأحزن أحزن عليه، طبيعي إن الإنسان يحزن. طيب مثل ما إذا صار شيء جميل نفرح. فحزن النبي عليه الصلاة والسلام وانطلق مهموما عليه الصلاة والسلام. يقول فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، هذا اللي هو وين اللي بيروح العمرة بالسيارة، المكان اللي نحرم منه السيل الكبير. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا هي فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. يا رسول الله ذهبت الى الطائف وسمع قول قومك، شنو رد لما تعرضت عليهم نفسك؟ شنو ردوا عليك وطرشوا الصبيان والمجانين يرمونك بالحجاره؟ علم الله سبحانه وتعالى ذلك، راى وسمع. وقد بعث اليك ملك الجبال لتامره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد ان الله قد سمع قول قومك لك وانا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين. خواتي لو كنت في هذا الموقف، إحنا لو أنا كنت موقف، يمكن مباشرة نقول إيه دمرهم كسرهم اقتلهم اسحقهم، نفس بشرية سبحان الله. لكن شوفوا رد النبي عليه الصلاة والسلام، رؤوف رحيم. قال بل أرجو، يعني لا تفعل ذلك، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذا شو نسميه خواتي؟ هذا نسميه العفو عند المقدرة. العفو الممدوح متى يكون؟ إذا كان عند المقدرة مو عند العجز. أنا ما كيف يمدح إنسان على شيء
مو بدي عاجز عنه، والله انا سامحتك. طيب انت ما سمحتني مع مقدره، مع ضعف، هذا غير ممدوح. لكن النبي عليه الصلاه والسلام كان عنده الفرصه انه يدمر اهل الطائف، لكنه عفا عليه الصلاه والسلام. ماذا قال؟ بل ارجو ان يفرج الله من اصلاب من يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وماذا يقول العلماء؟ ان سبحان الله اهل الطائف اسلموا وحسن اسلامه، حتى لما توفي النبي عليه الصلاه والسلام صارت حروب الرده، ما ارتدوا اهل الطائف، ما ارتدوا اهل الطائف. طيب طبعا يعني هذا موقف عظيم ان الانسان يتمكن من انفاذ غضبه، لكن يحلم، ترى امر عظيم ليس بالسهل ان انت تتمكن من اخذ حقك من هذا الانسان اللي ظلمك ثم تعفو عنه، هذه درجه ترى كبيره وعاليه جدا. طبعا في هذه الطائف الحديث مشهور ان النبي عليه الصلاه والسلام لما استيقظ ثم ضربوه اذوه، فاستيقظ فوجد غلاما اسمه عداس، قال من اين؟ قال من نينوى، قال من اخي هذه البلاد، من اخي يونس بن متى. قال شلون عرف؟ قال النبي. هذه قصه ما تثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام. تعرفون في قصص يعني جميله لما الواحد يذكرها ونسولف حق عيالنا والمجالس جميله وحلوه، لكن نقول في الصحيح غنيه، عندنا احنا في الصحيح غنيه. طيب من ناحيه السند هذه ما تصح قصه عداس النصراني. قال: وقد اعطى الله سبحانه وتعالى خليله ما كان يرجوه، واخرج من اصلاب المشركين كله من المسلمين، يعني اسلم اهل الطائف لاحقا. فهذا شوفه من الاشياء اللي فيها تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم من ربي. يعني ما رب، لا رب العالمين ما ترك النبي عليه الصلاه والسلام يؤذى في مكه ويؤذى في الطائف، يتركه الله سبحانه وتعالى هكذا ولا يظهر له ما يؤنسه ويسليه ابدا، فأعطاه هذا الأمر اللي يسليه. بعد ذلك كذلك تسلية أخرى وهي الإسراء والمعراج، حادثة الإسراء والمعراج. وهذا يعني من العلماء نقول أن هذه أعظم ليلة على مرت على النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لنا إحنا أعظم ليلة هي ليلة الإسراء والمعراج، تأتي عفوا ليلة القدر، هذه كل سنة في رمضان، ليلة القدر كل سنة في رمضان. أما النبي عليه الصلاة والسلام أعظم ليلة له هي ليلة الإسراء والمعراج. طيب نقول في الإسراء والمعراج كما نقول في غيره من الحوادث أو كثير من الحوادث، أن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام متى تاريخ الإسراء والمعراج. نعم إحنا الحين عندنا 27 رجب، في ناس تحتفل إجازة وغيره من أمور محاضرات، نقول هذا ما أنزل الله به من سلطان، لكن هل وقع الإسراء والمعراج؟ نعم. طيب لماذا نجد احنا الاسراء والمعراج في كتب العقيده؟ لان اهل البدع او من اهل البدع من قال ان ادعى ان الاسراء والمعراج لم يكن ببدن النبي عليه الصلاه والسلام، هي روح اللي صعدت او كان بالمنام، فيكرون هذه الاشياء. طبعا هذه الامور خطيره، اهل البدع يا سبحان الله امر خطير، قد انتشروا ونشروا كتبهم ونشروا مواقعهم، واحيانا تجون يعني طرق خبيثه في نفي اسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى ونفي الحقائق. ارادوا او زعموا انهم يعظمون الدين ويريدون تعظيم الله سبحانه وتعالى وحمايته من التمثيل والتشبيه، لكن هذا بعيد. يعني مثل ما نجد في كثير من التفاسير، كثير من الدعاة لما يأتي ويفسر الرحمن على العرش استوى أو ثم استوى على العرش، يقولون استولى ويقولون هذه السلطة، أو في بعضهم هذه طريقة خبيثة. نعم يقول طريقة خبيثة. في منهم ما يقول إن ثم استوى على العرش، ما راح يقول استوى استولى، أو ما يقول والله مثلا الاستواء ويقعد يفسر أشياء غلط، يأتي بطريقة خبيثة. وماذا يقول؟ يقول نمرها كما جاءت ولا نتكلم عن المعنى ونفوض المعنى. هذا يعني كما ذكر العلماء قضية التفويض أشد وأخبث من شنو التحريف،
لان سبحان الله هذا الداعي الباطل وهذا شيخ الضلاله لما يقعد ويعطي الناس التفسير ويتكلم في العقيده وياتي على هذه الايه ثم استوى على العرش يقول فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، صح ليس كمثله، هذا القران. والله سبحانه وتعالى يشبه احد من الخلق ولا يشبه احد من الخلق، صح. لكن المشكله وين؟ لما ينفي الصفات. فهذا امر خطير جدا. فاحنا اهل السنه والجماعه السلف، منهج السلف الصالح هو الاسلم والاعلم والاحكم. نقول استوى على العرش اي على وارتفع. طيب ونجسر على ذكر المعنى. يعني شنو؟ نجرؤ على ذكر المعنى ونكون شجعان في ذكر المعنى. لكن الكيفيه ما نعلمها. هذا الخلط اللي قام يصير او يخلط ويلبس فيه المبتدع. ويذكرون كلمه الامام مالك، طيب الامام مالك يتكلم عن الكيف ما يتكلم عن المعنى. اي المعنى معلوم لكن الكيف مجهول. فاحنا نعرف معاني القران، نعرف معاني القران، لكن حقائق الامور كيفيه سوى الله سبحانه وتعالى والاصبع والعين هذه ما نعرف. طيب موجوده لكن احنا ما نعرفها، ليش؟ ان الله سبحانه وتعالى ما حدثنا بها. اذا الاسراء والمعراج وقت للنبي صلى الله عليه وسلم حادثه حقيقيه بروحه وبدنه. وذكر الله سبحانه وتعالى الاسراء في سوره الاسراء، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى. يقول المؤلف حفظ الله من رحمة الله برسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن اشتد البلاء عليه أن أكرمه الله بالإسراء والمعراج وشرفه بمحادثته جل في علاه وسماع صوت مبارك. يعني هذا في علماء يثبتون في علماء ينفونه أن الله سبحانه وتعالى كلم النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كلمه. طيب هنا المؤلف يأخذ بالرأي اللي يقول أنه كلمه حادثه سبحانه وتعالى. فقد أسرى بروح الرسول صلى الله عليه وسلم وجسده الشريف من مكة إلى بيت المقدس بعد أن جاءه جبريل عليه السلام وين؟ في مكة. فشق صدره، هذه متى؟ هذا أي واحدة؟ هذه ثاني واحدة. تذكرون أن لما كان عند حليمة السعدية وقع هذا الأمر، شق الصدر، فهذه ثاني مرة. وغسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب. طست اللي احنا نقول طشت باللغة العربية، طست وطشت لكن مصنوع من ذهب مو بلاستيك، ممتلئ حكمة وإيمانا. شلون؟ كل شيء قديم، مو ممتلئ لبنا ولا ماء، حكمة وإيمانا. فأفرغه في صدره صلى الله عليه وسلم ثم أطبقه ثم ركب البراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، طرفه يعني البصر، حتى وصل بيت المقدس فصلى بالأنبياء إماما. هذا دليل على او يعني اشاره الى تفضيل النبي عليه الصلاه والسلام على سائر الانبياء. ثم عرج به في تلك الليله الى السماء السابعه ويلتقي في كل سماء ببعض الانبياء. فالتقى في السماء الاولى بادم، فادم عليه السلام قال مرحبا بالنبي صالح والابن الصالح. وفي السماء الثانيه بابني الخاله عيسى بن مريم ويحيى ابن زكريا عيال الخاله. وفي السماء الثالثة بيوسف، وفي السماء الرابعة بإدريس، وفي السماء الخامسة بهارون، وفي السماء السادسة بموسى. فكل ما يمر على واحد شنو يقولوا له؟ يقولوا له عليهم الصلاة والسلام مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. إلا آدم شنو قال؟ الابن. وكذلك إبراهيم قال بالابن. فآدم وإبراهيم قالوا الابن، وباقي الأنبياء قالوا الأخ. طيب ليش؟ لأن آدم هو أبو الأنبياء وإبراهيم، عفوا، لأن آدم أبو البشر وإبراهيم أبو الأنبياء، وهو أب لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هو أب لإسماعيل وإسماعيل أب لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم ليس بأب مباشر بينهم يعني آباء، لكنه يسمى أب. طيب لما وصل إلى موسى في السماء السادسة عليه الصلاة والسلام بكى موسى. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصعد سواء أولى الثانية ثالث. فلما وصل إلى موسى صعد سلم عليه صعد بكى موسى. ليش تبكي يا موسى؟ قال لأن في غلام يأتي من بعدي أتباعه أكثر من أتباعي. شوفوا يعني شوفوا القضية هذه مهمة جدا، التنافس على الخير، غبطة. إحنا هذا اللي نبيه، أنها أنا أغبط فلان ليش؟ أنا حافظ القرآن أكثر مني، أنا أبي أحفظ أكثر منها القرآن.
او تتصدق انا بتصدق مثلها او اكثر، تحضر دروس انا بحضر دروس مثلها واكثر. هذه غبطه، تنافس في الخير، نبي احنا نصير في المنافسه في الخير. وطبعا يعني مو معناته موسى عليه الصلاه والسلام كان يهتم بالعدد، اهم شيء ان انا عندي العدد واتباع وخلاص، احنا الحين يلا احنا بنسوي نشاط، اهم شيء احنا بنجمع عدد، نشوف الاخوات والله نبي اللجنه تنترس او مصلى النساء ينترس، هذا اهم شيء. لا مو هذا اهم شيء، اهم شيء يكون على الحق، تكون دعوه حق. اما سالفه التجميع، انا اجمعهم في المسجد ونايمين وكل واحد ماسك تليفونها وسواله، ولا قاعدين عند الشاي والقهوه. طيب لا احنا نبي نحرص على الدعوه. طبعا مو معناته اللي يجيك تكمله عدد احنا ما نبيه ونطرده، لا، لكن نحرص قدر الامكان، نحرص قدر الامكان ان الناس تاتي وتستفيد، ويكون عونا لنا ان شاء الله في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. فالمهم تجاوز موسى عليه الصلاه والسلام، وصل السماء السابعه، فابراهيم قال لابن الصالح ورآه مسندا ظهره إلى البيت المعمور. العلماء يقولون البيت المعمور هذا مثل كعبة الملائكة، عنده كعبة في الأرض في مكة وهذه مثل كعبة الملائكة. وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، كل يوم 70,000 ملك يطوفون عليه ويطلعون، ما يرجعون مرة ثانية، بس مرة في العمر كل يوم. طبعا هذا شنو فائدته؟ من فوائد أن الله سبحانه وتعالى عنده جنود ما نعلم عددها، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالله سبحانه وتعالى ترى مو محتاج عبادتنا، الله مو محتاج صلاتي وزكاتي، لا هذه حقي أنا اللي محتاج إني أصلي وأصوم. طيب على الإنسان أن يعني يحط في باله أن هذه العبادات التي نقوم بها لنا وليست لله سبحانه وتعالى، يعني أقصد ما تفيد الله سبحانه، نعم يكون إخلاص لله سبحانه وتعالى، لكن ما راح تزيد في ملك الله شيئا. فالاستفادة لنا، إن أحسننا فالإحسان لأنفسنا والإساءة علينا. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث آخر، ما في موضع في السماء، ما في موضع شبر إلا ملك ساجد أو راكب. فشنو يبي الله سبحانه وتعالى بعبادته؟ عنده عباء في مخلوقات خلقها لعبادته 24 ساعة، هذه الملائكة 24 ساعة ساجدين راكبين، ساجدين راكبين بس. فلا تظنون ان احنا لما نروح نصلي 5 مرات باليوم، نصلي وتر مده دقيقتين 3 دقائق، الله محتاجه، لا هذه احنا اللي محتاجين. طيب، فقال ابراهيم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اقرئ امتك مني السلام، واخبرهم ان الجنه طيبه التربه عذبه الماء، وانها قيعان، وان غراس قيعان الارض اللي تمسك الماء، يعني مثل تشري آبار وفيها ماء، يعني ماسكه مو ما يندثر هذا الماء. وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تبي تغرسين في الجنة؟ سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. ما تروحين مشاتل تشترين زر وتحطينه؟ لا، بالتسبيح تهليل تكبير تحميد. هذا هو الغراس في الجنة. ثم ذهب إلى سدرة المنتهى، وعندها فرض الله سبحانه وتعالى صلوات في أول ما فرض 50 صلاة. طبعا كان المسلمون يصلون قبل ذلك، كانوا يصلون قبل ذلك، لكن كصلوات 5 من الاسلام الخارج. مره ثانيه، هل كان في صلاه قبل الاسلام الخارج؟ نعم كان في صلاه، لكن من ناحيه الصلوات الخمس من الاسلام المعراج، من الاسراء والمعراج. طيب، فنزل النبي عليه الصلاه والسلام، فموسى اخبره عليه الصلاه والسلام، ها شنو فيه؟ قال 50 صلاة. لا، سل ربك التخفيف، أنا علشت بني إسرائيل، عانيت وياهم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وصعد مرة ثانية الله سبحانه وتعالى وسأله التخفيف، فخفف 40 30 20 10 5. موسى قال بعد خفف، قال استحيت عليه الصلاة والسلام. ثم نودي عليه الصلاة والسلام أنها 5 بالأداء 50 في الأجر، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى اخواتي، ان احنا اليوم نصلي 5 لكن ناخذ اجر ال50. سبحان الله. فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجع الله ويطلب منه تخفيف الصلوات حتى اصبحت 5 صلوات في اليوم والليله،
ولكن من كرم المولى جل في علاه أن جعل خمسا في العمل وخمسين في الأجر. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بصورته الحقيقية ولو 600 جناح. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم العجيب والآيات العظيم في هذه الرحلة المباركة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بخبر الإسراء والمعراج، فأخذت قريش تسأله. يعني لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الإسراء والمعراج، طبعا حدث في ليلة أو في جزء من ليلة، يمكن ساعة ساعتين 3 ساعات، المهم أقل من ليلة، أقل من 12 ساعة أو أقل من 11 ساعة أكيد. فأخبره، أصبح النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الناس. ف شو اللي صار؟ في ناس استهزأت، وكان في ناس يعرفون بيت المقدس، من الكفار مكة يعرفون بيت المقدس. فشو اللي صار؟ قام يسألونه عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألوني عن مصراي، فسألت أنا في الحجر كعبة. طبعا خطأ تسميته حجر إسماعيل، هو اسم الحجر هذا الجزء المقوس، لأن هذا جزء من الكعبة، فخطأ نسميه حجر إسماعيل، اسم الحجر. يقول: فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثلها، أو كربت كربة ما كربت مثله غط. يعني مثل ما أقول حصكت فيني الدنيا، اغتميت إن راح يكذبوني، هم الحين حاطيني اختبار، إذا ما جاوبت معناته أنا كذبت عليهم. فشنو هذول الناس؟ قام يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن أشياء دقيقة: كم شباك في المسجد، كم باب، شنو كان لون الزاوية، شنو كان لون كذا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام راح فترة قصيرة المسجد، راح صلى فيهم ركعتين أو شيء كذي وصعد، قام يسألون التفاصيل. احنا الحين اخواتي المسجد صار لي 10 سنين اصلي فيه، اللي عند البيت لو تسأل مثلا كم شباك ما ادري، 10 سنين وانا اصلي في المسجد. اي نعم بقول يمكن لون الزوليه، طيب مثلا كم باب، كم شباك، كم عدد الليتات، ما اعرف. هذول اهم مكه قام يسأل النبي عليه الصلاه والسلام، ليش؟ باب التعجيز. يقول عليه الصلاه والسلام: فرفعه الله لي انظر فيه، ما يسألون عن شيء الا انبأتون به. سبحان الله، اراه الله سبحانه وتعالى قدامه بيت المقدس، كم شباك يشوف قدامه النبي صلى الله عليه وسلم، 17، كم باب، 3 مثلا. هكذا الله سبحانه وتعالى مع نبيه صلى الله عليه وسلم. طبعا في فوائد كثيره من الاسراء والمعراج، طيب يعني ممكن تراجعونها في الكتب ان شاء الله سبحانه وتعالى. ينفعنا، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم محمد. في سؤال اخواني؟ إذا في سؤال؟ نعم. أظن ما في سؤال، جزاكم الله خير، وصلي الله وسلم محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.